قال الاهلي يكسب بعدد وافر من الاهداف، ونتمنى ان يكسب الاهلي بدون محاباه من الحكام له، حتى نكون مصر كلها سعداء، لا بضرب جزاء ولا بفاول امام منطقه الجزاء ولا بضربه حره غير مباشره داخل منطقه الجزاء ولا بكورنر ما يكونش كورنر، حتى ناخذ المركز. وكل مصر وليس الاهلي فقط، انا زملكاوي واتمنى الاهلي ياخذ هذا المركز بجداره وبحق. شكرا. يخسر كم كان؟ يكسب كم كان؟ لو في كان هيكسب 2-0 او 3 يعني، مش هيخسر تاني؟ لا 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 ما اعتقدش يعني، لو خسر تاني لسه قدامنا افريقيا وكاس مصر، لو كاس مصر اسمح لها. اسمح لحضرتك ايه؟ موحي. استاذ موحي، الاهلي هيكسب ولا هيخسر في الماتش اللي جاي ان شاء الله؟ توقعت هيكسب. توقعتك كم كان؟ 2-0 ان شاء الله. الاهلي؟ ان شاء الله. مين هيحرز البطوله، الفيصلي ولا الترجي التونسي؟ الفيصلي. طب ليه الفيصلي؟ ليه احسن في ايه؟ عشان هو يعني متحمس شويه وغلبنا اول ماتش وثاني ماتش، عشان هو كسب الاهلي يعني. طبعا هو ممكن ياخد البطوله. طب تتوقع ماتش الماتش الثالث والرابع بين الاهلي والاهلي ممكن ياخد المركز الثالث في البطوله العربيه دي ولا بالنسبه له مش لا ممكن ياخد